موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. فتحت اللجان الانتخابية في سفارات مصر أبوابها الآن لاستقبال الناخبين في مقر سفارات مصر في عدد من الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. وفي الكويت افتتح السفير المصري طارق القوني اللجنة الانتخابية المخصصة لأبناء الجالية المصرية وسط حشود كبيرة من الناخبين. وقبيل فتح اللجان الانتخابية تفقد القوني الاستعدادات الخاصة بعملية الاقتراع، حيث تم التأكد من فعالية جهاز القارئ الآلية الذي سيتم استخدامه للتأكد من هوية الناخب ومدى أحقيته في التصويت، كما تمت مراجعة وحدتي تقوية شبكة الإنترنت. وفي الرياض شهدت القنصلية المصرية إقبالا كبيرا من الناخبين، حيث توافد عدد كبير من المصريين إلى مقر اللجنة الانتخابية قبل بدء الاقتراع الذي يستمر لثلاثة أيام. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة إلى ملتقى